مستفيداتنا العزيزات، مستفيدينا الأعزاء، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، إذاً من بعد ما تابعتوا حلقات مكون قراءة هيليا للإندماج الاجتماعي والاقتصادي، غادي نخصوا هذه الحلقتين لمراجعة ودعم تعلمات هذا المكون، واللي من بين الأهداف ديالو التمكن من معارف ومهارات لغوية وتواصلية وكفايات متكاملة ومتوازنة في مجالات متنوعة منها المجال الديني المجال الثقافي الاجتماعي وكذلك المجال الاقتصادي واللي كتجعل المستفيد قادر على الانخراط بفاعلية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وفي مسار التنمية المستدامة بلادنا إذن بداية غادي نطلب منكم تذكرونا بعناوين المصوغات اللي شفنا في هذا المكون هذا وغادي تفضلي فاطمة نعم استاذ المسوغه الاولى هي السلوك المدني والثانيه هي التنميه الذاتيه والتواصل جيد أحسنتِ فاطمه تبارك الله عليك نشوفوا الان تتمة العناوين مع خديجه نعم استاذ ثقافه المسوغه الثالثه نعم هي الثقافه والابداع جيد المسوغه الرابعه هي التاهيل الاجتماعي والمهني جيد خديجه تبارك الله عليك اذا نشوفوا عناوين هذه المسوغات كيف ما ذكرتوها اذا عندنا المكون هو مكون القراءة التأهيلية للاندماج الاجتماعي والاقتصادي وشفنا فيه أربعة ديال المصوغات المصوغة الأولى السلوك المدني المصوغة الثانية التنمية الذاتية والتواصل والمصوغة الثالثة الثقافة والإبداع ثم المصوغة الرابعة التأهيل الاجتماعي والمهني إذن باش نزيدوا نتذكروا هاد العناوين ديال المصوغات غادي نطلب من أمينات تعاود قراءتها نعم استاذ مكون القراءة التأهيلية للاندماج الاجتماعي والاقتصادي المصوغة الأولى السلوك المدني المصوغة الثانية التنمية الذاتية والتواصل المصوغة الثالثة الثقافة والإبداع المصوغة الرابعة التأهيل الاجتماعي والمهني جيد أمينات تبارك الله عليك إذا من بعد هذا التذكير البسيط بعناوين المصوغات اللي شفناها في مكون القراءة التأهيلية للاندماج الاجتماعي والاقتصادي غادي نبداو على بركة الله بهذه الوضعية اللي غادي تظهر أمامنا على الشاشة إذا كيف ما كتلاحظوا هذه وضعية غادي نطلب من بشرة تقراها احتاج خالد لوثيقة عقد ازدياد فتعذر عليه السفر بسحبها من مسقط رأسه فبماذا تنصحه؟ نعم جيد بماذا تنصحه؟ أحسنت بشرى من خلال قراءة بشرة لهذه الوضعية واش كاينة شي كلمة أو عبارة اللي ما فهمتوهاش وكتحتاج للشرح؟ نعم كلتم؟ نعم النص مفهوم أستاذ جيد تبارك الله عليكم إذا كيظهر كي لي أن النص ديال الوضعية مفهوم إذا نسولو خالد شنو فهمتم من نص الوضعية خالد؟ نعم الأستاذ اللي فهمت هو خالد احتاج العقد زياد وما قدرش يسافر للمحل الولاده ديالو باش يسحبو جيد تبارك الله عليك وشنا هي الاداره المكلفه اللي اللي منها عقود الازدياد نعم شوفوا فاطمه تجاوبنا كنسحبوها استاذ من المقاطعه جيد تبارك الله عليك المقاطعه او كنسميوها الملحقه الاداريه وشنو المقصود بالاداره العموميه نشوفوا خديجه تجاوبنا نعم أستاذ الإدارة العمومية هي المؤسسة اللي كتقدم الخدمات للمواطنين. أحسنتي تبارك الله عليك فعلا كنا شفنا من قبل في الدروس ديالنا في هذا المكون أن الإدارة العمومية هي مؤسسة اللي كتهدف لتقديم مجموعة من الخدمات للمواطنات والمواطنين في مجالات مختلفة اللي كتهم الحياة العامة ديالهم إذا غادي نشوفوا هذا التعريف على الشاشة انتبهوا نقرا التعريف الإدارة العمومية هي مؤسسة عمومية تقدم خدمات للمواطنين في مختلف مجالات الحياة العامة إذن من بعد ما قرينا تعريف ديال الإدارة العمومية خالد تعذر عليه السفر باش يسحب عقد الازدياد ديالو أو الوثيقة الإدارية اللي محتاجها أشنا هي النصيحة اللي ممكن تقدموها لهذا خالد نعم شكون اللي يقدر يجاوبنا امينه تفضلي ممكن نسحب عقد ديال غير الانترنت جيد تبارك الله عليك امينه فعلا من خلال الموقع الالكتروني وثيقه يمكن لاي مواطن يسحب وثائق الحاله المدنيه دون تحمل عناء السفر ومشقته لمحل ولاده وهذا الموقع الالكتروني توضع في اطار واحد المشروع ديال تحديث وعصرنه ورقمنه الاداره العموميه اذا الان غادي نمروا لانجاز التعليمه الاولى اللي عندنا في هذا نص الوضعيه وهي اللي غادي تظهر امامنا على الشاشه اذا تفضلي كلتم قرايه التعليمه نعم استاذ أرتب العبارة العبارات لأ... العبارات لاكون جمله مفيده نعم. التكنولوجيا الحديثه ت... تيسر خدمات الاضاءه تيسر بوحدها تيسر هما. خدمات الخدمات, الخدمات الإدارية جيد الله عليك. الاستفادة من الاستفادة الاستفادة من جيد تبارك الله عليك إذا عندنا مجموعة من العبارات نقراهم التكنولوجيا الحديثة تيسر عندنا كذلك عبارة الخدمات الإدارية ثم العبارة الأخيرة اللي هي الاستفادة من إذا من بعد قراءة كلتم لهذه التعليمات هذه شنو المطلوب منكم نعم شوفوا خالد يجاوبنا نعم الاستاذ رتبوا العباره باش نكونوا جمله مفيده نعم جيد اذا كيف ما كتلاحظوا عندنا مجموعه من العبارات اللي قريناها خاصكم ترتبوها باش تعطيكم جمله مفيده وعندها معنى اذا تفضلوا على الالواح ديالكم حاولوا ترتبوا هاد العبارات اللي عندنا باش تكونوا منها جمله مفيده اذا الى انتهيتم من ترتيب هذه العبارات والكلمات ممكن ترفعوا الالواح نشوف الانجازات ديالكم اذا جيد نبداو من عند كلتوم نعم أحسنتي كلتوم تيسر التكنولوجيا الحديثه الاستفاده من الخدمات الاداريه أحسنتي نعم كذلك خديجه أحسنتي نفس الترتيب ايضا عند امينه بشرى كذلك تبارك الله عليك نشوفوا فاطمه ايضا نفس الترتيب تبارك الله عليكم كذلك خالد احسنتم جميعا اذا عندكم نفس الترتيب ديال العبارات تبارك الله عليكم وغادي نطلب من خديجه تقرا لنا العباره اللي حصلت عليها من بعد مرتبات هذه العبارات نعم خديجه تيسر التكنولوجيا الحديثه الاستفاده من, الخدم... من الخدمات الاداريه جيد تبارك الله عليك اذا وش كلكم متفقين مع هذا الترتيب اللي عطاتنا خديجه نعم, نعم. جيد بارك الله عليكم، إذا شوفوا الترتيب اللي عطاتنا خديجة على الشاشة وحتى أنتم كذلك كلكم رتبتوه حسب هذا الترتيب، إذا تيسر التكنولوجيا الحديثة الاستفادة من الخدمات الإدارية. نطلب من فاطنة تعاود القراءة ديال العبارة تيسر التكنولوجيا الحديثة الاستفادة من الخدمات الاستفادة من الخدمات الإدارية أحسنتي فاطمه تبارك الله عليك اذا من خلال انجازكم لهذه التعليمة هذه وترتيبكم العبارات باش تحصلوا على هذه الجمله بغيتكم تقولوا لي شنو فهمتوا من خلال هذه العباره او الجمله اللي قريتو نعم شوفوا امينه تفضلي نعم استاذ اللي فهمت انا هي تكنولوجيا كتسهل علينا خدمه ديال الاداره جيد تبارك الله عليك امينه كاين شي اضافه اخرى نعم كلتم نعم استاذ بعصر التكنولوجيا ولات السرعه في تقديم الخدمات جيد تبارك الله عليك فعلا باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثه الاداره الرقميه كتقدم الخدمات للمواطنات والمواطنين وفي وقت قصير اذا نشوف الان الايجابيات الاخرى اللي كتكون عند الاداره الرقميه نعم خالد تفضل نعم الاستاذ كتساهم في تبسيط المساطير وكتقرب الخدمات جيد خالد تبارك الله عليك اذا كل ما كانت الاجراءات الاداريه بسيطه كتكون المردوديه ديال دي دي هذه الاداره جيده ومزيانه بالاضافه كذلك الى ان الاداره الرقميه اعزائي كتجسد سياسه القرب اذا نشوفوا الان اضافه اخرى عند بشرى آه نعم استاذ الاداره الرقميه كتنتج عليها الدقه والاتقان في العمل جيد بشرى تبارك الله عليك بالاضافه كذلك للحكامه في التدبير الجيد للشان المحلي والوطني بالبلاد ديالنا والاستجابة أيضا للمتطلبات ديال المواطنات والمواطنين. إذا من بعد هذه الأفكار اللي ذكرتوها غادي نجمعوها وغادي نشوفوها على شكل خلاصة اللي غادي تظهر أمامنا على الشاشة ونطلب من فاطنة تقرا لنا هذه الخلاصة. تبسيطي المساطر والإجراءات الإدارية. أحسنتي، أتممي القراءة. تحسيني مردودية الإدارة. جيد، ثم عندنا كذلك تجسد سياسة تجسيد سياسة القرب أحسنتي الحكام الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني جيد تبارك الله عليك ومن بين الأهداف أيضا الاستجابة لمتطلبات المواطنين جيد فاطمة تبارك الله عليك إذا من بعد قراءتنا لهذه الأهداف نمر الآن للتعليمة الثانية اللي عندنا في هذه الوضعية إذا امينه ممكن تقراي لنا تعليمه نعم استاذ املا الفراغ بالعباره المناسبه الانشطه المهنيه توسيع المدارك توسيع توسيع المدارك نعم الحوار الهادف الهادئ الحوار الهادئ جيد امينه إذن عندنا ثلاثه ديال العبارات او ثلاثه ديال الجمل الجمله الاولى قراي العبارات اللي فيها وحسن الإنصات يحقق التواصل يحققان يحققان التواصل الفعال. جيد، السطر الثاني القراءة فن يهدف إلى يهدف يهدف إلى وتحقيق المتعة والاستفادة. نعم، إذا السطر الثالث، نعم أعيدي تسهم تسهم, تسهم في تطوير الفرد وارتقاء المجتمع جيد تبارك الله عليك اذا من بعد قراءتك لهاد التعليمه هذه اشنو المطلوب المطلوب منا هو ملء الفراغ بالعباره المناسبه جيد تبارك الله عليك اذا كيف ما قالت لنا امينه المطلوب منا من خلال هذه التعليمه هو اننا نملؤ الفراغات اللي عندنا في العبارات الثلاث بالعبارات اللي مكتوبين باللون الازرق اذا غادي نبداو على بركه الله الجمله الاولى اللي عندنا في السطر الاول كيفما كتلاحظوا عندنا فيها فراغ في البدايه ديالها ثم عندنا وحسن الانصات يحققان التواصل الفعال اذا في نظركم شنو هي العباره المناسبه لهذا الفراغ باش يكتمل لنا المعنى اذا غتاخذوا واحد مهله للتفكير باش تختاروا العباره المناسبه اللي نملاو بها الفراغ في السطر الاول اذا في نظركم شنو هي العباره المناسبه نشوفوا كلتم تعرفتي عليها نعم استاذ الحوار الهادئ جيد كلتهم تبارك الله عليك اذا اختاريتي الحوار الهادئ كيف ما كتظهر على الشاشه الحوار الهادئ وحسن الانصات يحققان التواصل الفعال جيد تبارك الله عليك اذا شكون اللي ذكرنا بمفهوم التواصل اللي كنا تعرفنا عليه في المكون اذا نشوفوا خديجه نعم استاذ التواصل هو تبادل الافكار والاراء بين الناس جيد فعلا خديجه تبارك الله عليك التواصل هو عمليه تبادل الافكار او الاراء والمعلومات والمشاعر كذلك ما بين شخصين او اكثر كيف ما غادي يظهر امامكم على الشاشه التعريف ديال التواصل نطلب من, من خديجه تقرا لنا تفضلي مم. خديجه التواصل عمليه انسانيه تحقق التفاهم وتبادل الافكار والاراء ومعلومات ومعلومات والمشاهر بين شخصين او اكثر جيد خديجه تبارك الله عليك ومن بعد ما تعرفنا على التعريف ديال التواصل نرجعوا الان للتعليمه ديالنا ونشوفوا اشنو فهمتوا من هذه العباره الاولى نعم شوفوا خالد نعم الاستاذ بالحوار الهادئ والانصات كيكون التواصل الفعال وكيتحقق الهدف منه جيد خالد تبارك الله عليك فعلا ومن مهارات التواصل الفعال الحوار الهادئ والانصات الجيد كيف ما كاين في هذه الجمله حيث حسن الانصات هو اللي كيخلي الشخص يفهم الكلام اللي كيتقال واللي كيتوجه ليه اذا شكون اللي يقدر يذكرنا بمهارات اخرى ديال التواصل الفعال نعم شوفوا بشرى نعم أستاذ كاين احترام الراي والوضوح في التعبير عن الافكار جيد بارك الله عليك بشرى بالاضافه كذلك الى مهارات اخرى اللي كثيرة. مثلا توظيف وفهم لغه الجسد اذا غادي نشوفوا هذه الافكار كلها اللي تداولناها وغادي نجمعوها باش تعطينا هذه هاد الخلاصه هادي وغادي نطلب من فاطمه تقرا الخلاصه تفضلي فاطمه من مهارات التواصل الفعال الحوار الهادئ وحسن الانصات احترام راي الاخر ووضوح ودقه التعبير توظيف وفهم لغه الجسد احسنتي تبارك الله عليك اذا هذه من بين المهارات ديال التواصل الفعال. الان غادي نعاودو نرجعو للتعليمه ديالنا ونشوفو الجمله الثانيه. نقرا الجمله: القراءة فن يهدف الى وعندنا فراغ وتحقيق المتعة والاستفادة. اذا غادي نطلب منكم انكم تحاولوا تفكروا في العبارة المناسبة لهذا الفراغ هذا. واش؟ الانشطة المهنية ولا توسيع المدارك. اذا نشوف كلتوم تجاوبنا نعم استاذ توسيع المدارك جيد تبارك الله عليك اذا نشوفوا العباره على الشاشه القراءة فن يهدف إلى توسيع المدارك أحسنت كلتوم، ونطلب من خالد يعيد قراءة الجملة من بعد ما ملأنا الفراغ أعيد خالد القراءة فن يهدف إلى توسيع المدارك تحقق وتحقيق وتحقيق المتعة والاستفادة جيد تبارك الله عليك خالد إذا كيظهر كي لي هنا كاين فن القراءة شكون اللي يقدر يذكرنا بالمعنى ديالو نعم نشوفوا خديجة نعم أستاذ فن القراءة هو نفهموا المقرو ونصدقوا ونستخلصوا المغزى منه أحسنتي خديجة تبارك الله عليك كيف سبق قلينا وشفنا أن القراءة هي واحد الوسيلة للتعلم والتواصل وفن القراءة كيهدف إلى توسيع المدارك ديالنا وكذلك تهذيب الأذواق وأيضا تحقيق المتعة والإستفادة. وشنو المعنى ديال توسيع المدارك؟ نعم أمينة. نعم أستاذ، توسيع المدارك كيعني كي هي هي القدرة هي قدراتنا وتنمية ذواتنا. جيد تبارك الله عليك بالفعل أمينة. توسيع المدارك هو تطوير الملكات والقدرات اللي عندنا وكذلك الإرتقاء بالفكر ديالنا اذا اشنو فهمتو من خلال هذه الجمله من بعد ما ملأنا الفراغ ديالها نعم فاطمه تفضلي نعم استاذ في القراءه تجعلنا نرتقي بدواتنا ومجتمعنا احسنتي فاطمه تبارك الله عليك وكذلك نهذب الذوق ديالنا الجمالي بالاضافه الى ان القراءه اعزائي كتحقق لنا المتعه والترفيه والان نجمعوا جميع هذه الافكار هذه اللي قلتوها واللي تداولناها وهذه تعطينا هذه الخلاصه هذه اللي غادي نطلب من بشره تقراها تفضلي بشره يحقق فن القراءه نعم تطوير شخصيه القارئ وتعزيز مواهبه نعم ايضا توسيع المدارك نعم ثم تهذيب الذوق الجمالي نعم المتعه والاستفاده والترفيه نعم الارتقاء بالذات وبالمجتمع جيد تبارك الله عليك اذا الان من بعد ما تعرفنا على فن القراءه غادي نمروا في التعليمه ديالنا لاخر عباره واللي هي تسهم فراغ في تطوير الفرد وارتقاء المجتمع اذا خديجه ممكن تقولي لنا العباره وتملئي بها الفراغ تسهم الأنشطة المهنية في تطوير الفرد وارتقاء المجتمع جيد إذا نشوفها على الشاشة وممكن تقول لنا خديجة شنو المعنى من هذا الجملة هذه؟ نعم أستاذ الأنشطة المهنية عندها آثار إيجابية على الفرد وحتى على المجتمع جيد بالفعل أحسنتي خديجة إذا نشوفوا هذه الآثار الإيجابية اللي كتنعكس على الفرد مع كلتم تفضلي كلتم؟ نعم أستاذ الأنشطة المهنية كتخلي الشخص يحس بالاستقرار يكون قادر يعيش حياة سليمة أحسنتي كلتم تبارك الله عليك إذا الأنشطة المهنية كيف تعرفنا عليها من قبل هي اللي كتساهم في تطوير القدرات والخبرات والمهارات ديال الأفراد وكتجعلهم قادرين على الإنتاج نشوفوا إضافة أخرى الآن عند خالد تفضل خالد نعم أستاذ إلى حبينا العمل ديالنا كان بدعوه فيه ويقدر يفتح لنا آفاق جديدة في الخدمة ديالنا كحقق لنا الهدف اللي بغينا وكذلك كنساهموا في تطوير البلاد ديالنا. احسنت خالد تبارك الله عليك. إذا إلى تحققات أعزائي الأهداف المهنية كتزاد القيمة ديال الشخص والمكانة ديالو في المجتمع، حيث كيصبح عنصر فعال في المحيط اللي كيعيش كي فيه وفي المجتمع ككل. إذا الآن بغينا نتعرفوا على الآثار الإيجابية ديال هذه الأنشطة المهنية اللي كتعود على المجتمع. نعم نشوفوا بشرى. نعم أستاذ. الانشطه المهنيه كتساهم في تنميه المجتمع وكتطوره صحيح تبارك الله عليك الانشطه المهنيه كيف ما قالت بشره كتساهم في التنميه المستدامه ديال بلادنا من خلال التعاون ما بين افراد المجتمع اذا نشوفوا هذه الافكار كلها اللي تداولتوها وغادي نستخلصوا منها هذه الخلاصه اللي كتظهر على الشاشه ونطلب من امينه تقراها تفضلي امينه نعم استاذ تسهم الانشطه المهنيه في تحقيق المدخول الفرضي وتحقيق الاستقلال الذاتي والإسهام في تنمية المجتمع نعم بشرى نعم. عندك, نعم. عندك ملاحظة؟ نعم أخطأت في تحقيقي قالت كاينة تحسيني وهي قالت تحقيقي نعم جيد انتبهي أمينة القراءة ديالك عندنا في السطر الأول في تحسين المدخولي تبارك الله عليك بشرى شكرا اذا الان من بعد ما نجزتوا التعليمة الثانيه تبارك الله عليكم جميعا الانجازات ديالكم كانت رائعه غادي نمروا الان للتعليمه الثالثه اذا نلاحظوا التعليمه على الشاشه وغادي نطلب من فاطمه تقراها تفضلي فاطمه نعم استاذ اقرا الجمله واملا الجدول بما يناسب جيد اذا شنو المطلوب منا من خلال هذه التعليمه المطلوب منا نقراو الجمله ونملؤ الجدول بما يناسب جيد احسنتي فاطمه اذا كيف ما كتلاحظوا في هذا التمرين عندنا جملة مكتوبة باللون الأزرق، المطلوب هو أنكم تقراوا هذه الجملة بتمعن وتملؤوا الجدول المرافق لها بما يناسب. إذا عندنا الجملة قدم الجيران المساعدة لجارهم وعندنا في الخانات عندنا خانة ديال الفعل زمن الفعل الفاعل ثم عندنا المفعول به إذا قبل ما نجاوبوا على هذه التعليمه هذه شكون اللي يقدر يذكرنا بتعريف ديال الفعل نعم كنا تعرفنا عليه سابقا خديجه تفضلي نعم استاذ الفعل هو حدث وقع في زمن معين جيد تبارك الله عليك اذا الفعل كيف ما تعرفنا من قبل هو كلمه اللي كتدل على حدث وكيكون مرتبط بزمن معين اذا غادي نشوفوا التعريف ديال الفعل على الشاشه ونطلب من خديجه ايضا تقراه تفضلي خديجه نعم استاذ الفعل كلمة تدل على حدث وقع في زمن معين جيد تبارك الله عليك إذا أشنا هو الأزمنة اللي تعرفنا عليها ديال الفعل أمينة ممكن تجاوبينا نعم أستاذ كاين الماضي والمضارع والأمر جيد فعلا إذا كاين ثلاثة الأزمنة وشكون اللي ذكرنا بالتعريف ديال الفعل الماضي نعم نشوفوا بشرة نعم أستاذ الفعل الماضي هو فعل وقع في الزمن فات حل كتب. جيد فعلا تبارك الله عليك الفعل الماضي هو كيف ما شفنا فعل وقع في الزمن الماضي وشنو هو الفعل المضارع؟ نعم نشوفوا كلتوم الفعل المضارع هو الفعل الذي وقع في الحاضر نعم مثلا مثلا اكتب جيد فعلا تبارك الله عليك كلتوم إذا الفعل المضارع هو الفعل اللي كيدل على وقوع واحد الحدث في الحاضر أو المستقبل وتيبدا بحروف المضارعة اللي هي الالف او النون او الياء او لا حرف التاء اذا الان تعرفنا على فعل الماضي وتعرفنا على المضارع الان بغيتكم تعطوني تعريف ديال فعل الامر نشوفوا خالد يجاوبنا تفضل نعم الاستاذ فعل الامر هو مني كان أمره شي حد يقوم بشي فعل بحال اقرا نعم جيد تبارك الله عليك اذا فعل الامر هو طلب القيام بفعل معين اذا نعود نرجعو للجملة ديالنا ونطلب من خالد يعود قراءتها تفضل خالد نعم الأستاذ قدم الجيران المساعدة لجي... لجارهم المساعدة لجارهم تبارك الله عليك مزيان خالد إذا الآن بغينا نحددو أشنا هو الفعل اللي عندنا في هذه الجملة هذه نشوفو خديجة تفضلي نعم أستاذ الفعل هو قدم جيد إذا نكتبو قدم في الخانة ديال الفعل احسنتم والان بغينا نتعرفوا على الزمن ديال هذا الفعل هذا ديال قدم نعم شكون اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال بشرى نعم أستاذ الزمن هو الماضي احسنتي تبارك الله عليك اذا نكتبوا زمن الماضي لانه قدم عندنا فعل في الماضي اذا نمروا الان للخانه الثالثه اللي فيها الفاعل وقبل ما نحددوا الفاعل اللي عندنا في هذه الجمله شكون اللي يقدر يذكرنا بالتعريف ديالو نعم امينه تفضلي الفاعل هو اللي كي... هو اللي كيقوم بالفعل نعم احسنتي تبارك الله عليك الفاعل هو اسم وكيجي بعد الفعل باش كيدلنا على اللي قام بذاك الفعل وتعرفنا على الانواع ديالو اذا شنا هي انواع الفاعل اللي درسناها من قبل نعم فاطمه نعم استاذ الفاعل تيكون تيكون اما ظاهر بحال كتب المستفيد والمستفيد هو الفاعل نعم واما تيكون ضمير بحال كتبت والتاء هي التاء هنايا هي الفاعل احسنتي فاطمه تبارك الله عليك اذا نشوفوا هذا التعريف ديال الفاعل على الشاشه وغادي نطلب الان من كلتوم تقرا لنا التعريف نعم استاذ الفاعل هو اسم ياتي بعد فعل ليدل على من قام بالفعل ويكون 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 اما ظاهرا او ضميرا احسنتي كلتوم تبارك الله عليك اذا الان نرجعوا التعليمه ديالنا وغادي نطلب منكم تحددوا فينا هو الفاعل من بعد ما تعرفنا على التعريف ديالو اذا شنو هو الفاعل اللي عندنا في جمله قدم الجيران المساعده لجارهم اذا شوفوا جاوبنا الجيران هو الفاعل أحسنتي كلتم اذا قدم هو الفعل ثم الفاعل هو الجيران أحسنتي كلتم تبارك الله عليك اذا نشوفوا الان الخانه الاخيره اللي بقات لنا اللي هي خانه المفعول به اذا خاصنا نحددوا المفعول به من خلال الجمله لكن قبل ذلك شكون اللي يقدر يذكرنا بالتعريف ديال المفعول به نعم خالد نعم استاذ المفعول به هو اللي وقع عليه الفعل الفاعل جيد خالد تبارك الله عليك اذا نشوفوا الان التعريف ديال المفعول به على الشاشه ونطلب من بشرة تقرا لنا التعريف. المفعول به هو اسم هو الاسم هو هو الاسم الذي يدل على من وقع عليه فعل الفاعل. أحسنتي بشرى، إذا من بعد ما تعرفنا على تعريف ديال المفعول به، نرجعوا الآن للتعليمه ديالنا، ونطلب منكم أنكم تحاولوا تحددوا المفعول به من خلال الجملة اللي عندنا. إذا المفعول به اللي عندنا في هذه الجملة هو فاطنة ممكن تجاوبينا؟ نعم استاذ المفعول به هو المساعدة جيد تبارك الله عليك اذا كيف ما تعرفنا من قبل المفعول به كيكون منصوب هو اللي عندنا في هذا المثال المساعدة اذا تعرفنا على على الفعل اللي هو قدم وعرفنا كذلك الزمن ديالو اللي هو الماضي ثم الفاعل اللي هما الجيران وايضا تعرفت تعرفتم على المفعول به اللي هو المساعدة اذا بقات الان كلمه ديال لجارهم وهي ماشي فعل ولا فاعل ولا مفعول به اذا الان من بعد ما نجزنا هذه التعليمه هذه ننتقلوا للتعليمه الاخيره غادي نشوفوها على الشاشه وغادي نطلب من امينه تقرا لنا السؤال اصل بين الايات والمغزى المناسب لها جيد امينه تبارك الله عليك اذا من خلال قراءه امينه للسؤال ديال التعليمه اشنو فهمتوا منه او لا هو المطلوب بشرى ممكن تجاوبينا نعم أستاذ، المطلوب هو ربطه بين الآيات والمغزى المناسب لها. جيد، تبارك الله عليك، المطلوب هو نصله بسهم ما بين الآيات والمعنى أو المغزى المناسب لكل آية. إذن، نشوفوا الآن الآية الأولى، نطلبه من كلتوم تعيد قراءة الآية. نعم أستاذ، قال الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير صدق الله نعم الله احسنتم تبارك الله عليك اذا هذه الايه 13 من سوره الحجرات اذا الان شكون اللي يقدر يذكرنا بالمعنى ديال الايه او بمضمونها نعم خالد تفضل نعم الاستاذ الله تعالى خلقنا من ذكر وانثى وجعلنا شعوبا باش نتعارفوا جيد تبارك الله عليك خالد فعلا الله سبحانه وتعالى تخاطب الناس جميعا من خلال هذه الآية بأنه خلقنا من ذكر وأنثى وهما آدم وحواء وجعلنا ايضا شعوبا وامما باش نتعارفوا ونتواصلوا بيناتنا نشوفوا فاطمه عندك شي اضافه اخرى نعم استاذ التفاضل بين الناس كيكون كي بالتقوى والله تبارك وتعالى عليم وخبير بجميع امورنا احسنت فاطمه تبارك الله عليك فعلا اعزائي التفاضل ما بين الناس كينبني كي على التقوى والعمل الصالح والله عز وجل عليم بنا وخبير بامورنا ومطلع علينا كذلك اذا شنو هو المغزى المناسب لهذه الايه من بين هذه المعاني بجوج اللي عندنا اذا عندنا المعنى الاول انتبهوا نقرأه تدبر الكون والخلق استشعار لعظمه الخالق وتهذيب للذوق والله المعنى الثاني اللي عندنا هو الاسلام دين التسامح والانفتاح يدعو الى التعارف والتواصل بين الشعوب اذا خديجه واش ممكن تقولي لنا شنو هو المغزى المناسب للايه اللي قريناها نعم استاذ المغزى المناسبه هي الاسلام دين التسامح والانفتاح يدعو الى التعارف والتواصل بين الشعوب احسنتي خديجه تبارك الله عليك اذا غادي نصلوا بيناتهم بسهم لانه فعلا التسامح هو اسمى القيم الانسانيه وهو ينبني على احترام الاخرين وعدم التمييز بين بينهم والتعايش والتعارف معهم ليعم الأمن والسلام إذا ننتقل الآن للآية الثانية اللي هي الآيات من سورة الغاشية وغادي نطلب من أمينة تعيد قراءتها تفضلي أمينة نعم أستاذ قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت جيد بارك الله عليك أمينة قراءة ماتعة ورائعة إذا من بعد هذه القراءة دي الأمينة أشنو فهمتوا من خلال هذه الآيات الكريمات نعم نشوفوا بشرة تفضلي نعم أستاذ هذه الآيات الكريمات كي طالبنا الله تعالى باش نتأملوا في خلق السماوات والجبال والأرض باش نستشعروا عظمة الخالق أحسنت بشرات تبارك الله عليك إذا الله تبارك وتعالى يدعونا لتأمل أسرار خلقه بالتفكر والتأمل والتدبر في الخلق وفي الكون لأنهم تيدلوا على عظمة الخالق وقدرته سبحانه وبديع صنعه وفي نفس الوقت فتأملهم تقدير للجمال وتهذيب للذوق إذا من خلال معرفتنا المغزى المناسب اذا شنو هو المغزى اللي غادي نربطو بيناتهم بخط ما بين الايه والمعنى اذا نشوفوا كلتم تجاوبنا تفضلي نعم استاذ تدبر الكون والخلق استشعار لعظمة الخالق استشعار استشعار لعظمة الخلق الخالق وته... الخالق, الخالق وتهذيب للذوق وتهذيب للذوق أحسنت كلتم اذا بيناتهم بخط فعلا هذا هو المغزى المناسب لهاد الايات الكريمات ديال سوره الغاشيه اذا اعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات بهكذا غادي نكونوا وصلنا لنهايه حلقتنا ما تنساوش تعاودوا تشاهدوا بث هذه الحلقه على قناه السادسه او على الرابطين الالكترونيين اللي كيظهروا امامكم على الشاشه دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته